في عالم يعاني من تزايد السكان وتغير المناخ، يتصاعد القلق بشأن التحديات التي تواجه العالم في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. فتزايد الطلب على الموارد الغذائية وتدهور البيئة يشكلان تحديات كبيرة تتطلب تفكيراً إبداعياً وحلولاً علمية مبتكرة وقيادة واعية تؤمن بأهمية توفير غذاء صحي ومستدام للأجيال القادمة. لقد وضعت نصب عيني منذ أن سرت بتولي مقاعد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة. ومنذ انبثاق الرؤية حققت المملكة قفزات نوعية لتحقيق مستقبل مستدام مزدهر يوازن بين احتياجات بيئة المملكة واقتصادها ومجتمعها من خلال جملة من المبادرات النوعية، يأتي في مقدمتها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. وتعزيزا للأمن الغذائي زادت المملكة نسبة مساهمة القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية في الناتج المحلي ونوعت القاعدة الإنتاجية لها. وهنا في جامعة الملك فيصل، منارة التميز الأكاديمي والإبداعي العلمي والمحرك التنموي الأمثل في دعم مستهدفات رؤية وطننا الملهمة، بنت الجامعة منظومة مستدامة تضم البحث والتطوير والقياس والتصنيع، ورسمت طريقها المستقبلي في ضوء هوية مؤسسية تنموية تتجه نحو الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية عبر مجالات تنموية حيوية. وحققت الجامعة منذ إطلاق وتفعيل هويتها المؤسسية الفريدة قفزات نوعية تضاف إلى رصيد عطائها الزاخر بالإنجازات، حيث أعادت هيكلة التخصصات وأعادت تصميم وتحديث 58 برنامجاً أكاديمياً لتتوافق مع المستجدات والمتطلبات، وضاعفت النتاج العلمي والنشر في المجلات النخبوية 5 أضعاف خلال السنوات 5 الأخيرة، وضاعفت معدل تسجيل براءات الاختراع 6 مرات خلال 2 ليصل لأكثر من 100 تسجيل لبراءة اختراع، وأسست شركة وادي الأحساء المملوكة لصندوق الاستثمار بالجامعة، والتي انبثقت عنها 4 شركات حيوية. أسست الجامعة مركز الابتكار وريادة الأعمال الذي برع في تنفيذ مهماته وتحقيق إنجازاته، التي من أبرزها احتضان أكثر من 35 مشروع شركة ناشئة. كما أطلقت الجامعة مشروع واحة الأحساء للابتكار والتقنية ليكون مرجعاً موثوقاً لتطوير التقنية والتصنيع المرتبطة بالزراعة والغذاء واستدامة البيئة، بالتعاون مع 4 وزارات حكومية ذات علاقة. وأطلقت مبادرة الجامعة الخضراء بوضع دليل ومعايير منبثقة عن المرجعية الوطنية والممارسات العالمية في هذا المجال. كما نفذت الجامعة أكثر من 300 فعالية ونشاطاً سنوياً يستفيد منها أكثر من 40,000 مستفيد وإجمالي 90,000 ساعة تطوع. وتوجت الجامعة تميزها في المجالات المتعددة بحصولها على مراكز متقدمة في معظم التصنيفات الدولية وحصولها على عدد من الجوائز والشهادات. وبعد نجاح الجامعة في تنظيم المؤتمر الدولي للأمن الغذائي والاستدامة البيئية بنسخته الأولى، واستكمالاً لجهودها تنظم الجامعة المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، الهادف لدراسة الاستدامة والابتكار وتقنيات المستقبل في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتحديات التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي. جيل بعد جيل نعمل معا لتطوير جوهر التنمية وتحقيق الأمن الغذائي لنا والاستدامة لبيئتنا، حاضرنا ومستقبلنا.